مناقشة ملف الزراعة مهم جدا، واحنا بنتكلم على الزراعة ومواردنا عندنا تحديات كتيرة. أولها الزيادة السكانية، الأراضي الزراعية محدودة ومساحتها ثابتة، بنتكلم على حصتنا من المياه أيضا هي حصة ثابتة. نسبة الملوحة وارتفاعها في المياه مشكلة من المشاكل اللي بتهاجم الأراضي الزراعية وبتعيق عملية الإنتاج. ابتدينا نبحث الملف ده من منظور علمي ونشوف ايه هي التجارب الحقيقية والنماذج النجاح على أرض الواقع. ابتدينا نتكلم معاكم في برنامج اسأل مجرب، كان الهدف من أول لحظة إن احنا ننزل نشاهد على أرض الواقع نجاحات استخدام معالج المياه المغناطيسي، مدى تأثيره على هذه المشكلة، نجح فعلا إن هو يتغلب على ارتفاع الملوحة ويزيد من نمو النبات، قدرنا نقلل في تكاليف الإنتاج ولا لأ؟ لأن دي نقطة مهمة جدا. النهاردة أنا مصاريف الإضافات ومضادات الملوحة بتبقى عبء كبير جدا على المزارع. بعد استخدام معالج المياه المغناطيسي بطلنا نستخدم هذه الإضافات وبالتالي قللنا مصاريف التكلفة. في نفس الوقت أنا عندي معدل نمو أسرع وعندي إنتاجية أكتر فزادت الربحية. معاكم النهاردة من داخل محافظة إسماعيلية هنتابع بعض النماذج النجاح. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل مجرب. أنا هستعرض معاكم تجربة دلوقتي على زراعة فول درجة ملوحة المياه 4130. رقم كبير ورقم يخض بالنسبة لأي مزارع. النهاردة التجربة دي خير دليل على ان احنا نقدر نتغلب على ملوحة المياه، ان احنا نقدر نستفيد بكل قطرة مياه ممكن نقول عليها مفيش منها اي منفعة. لا النهاردة مفيش حاجة اسمها مياه ما نستفيدش بيها، مفيش حاجة اسمها صعوبة تقابل القطاع الزراعي. برحب بحضرتك الاول في البداية وبشكرك على الاهتمام ده. الله يخليك، نورتونا والله. ويعني الله يخليك تسلم. ايه اللي خلاك تفكر في حاجة زي كده؟ في زراعة الفول. والله من ساعة ما جبنا يعني الجهاز قلنا نجرب حاجات ما كناش بنجربها قبل كده، يعني ده ما كناش بنجربه قبل كده، وفي كذا زراعة تانية خاص سوكا بيطلع ضعيفة محروقة مخنوقة كده. لما جينا يعني جبنا الجهاز قلنا بقى ايه، نجرب الحاجات اللي كنا بنزرعها نشوف الانتاجية هتفرق ولا لا. في حاجات فرقت معانا الصراحة، في حاجات كتيرة فرقت. النهاردة الفول يعني انا لما افكر في محصول معين يبقى انا عندي قلق ان هو ما ينجحش، لان درجة الملوحة انت حللت فين وعرفت الرقم ده وتأكدت منه ازاي؟ احنا حللنا، جبنا ناس مركز البحوث ويعني جبنا كذا مهندس زراعي برضو جه حلل، واحنا برضو بندق البير برضو، يعني اللي كان بيدق البير برضو كان معاه جهاز برضو وحلل تاني، ويعني كانت الملوحه عاليه. نصحوك بايه لما شافوا الرقم ده؟ ازرع حاجات اللي هي تستحمل بقى زي الزيتون، ممكن بقى نخل شويه، زراعات اللي هي تستحمل الملوحه. انا في عند علشان ننتج. في عند طبعا، واثبتنا واثبتناه. ان انا اعاند الظروف الصعبه. ده نجاح. طبعا ده نجاح، ونجاح كبير ونجاح حلو بصراحه. شايف حتى الفول ليه مواصفات، يعني قرون الفول نفسها انا مش عايز يعني اقطف كتير، ممتلئه، العيدان قويه، يعني الحبايه نفسها كبيره وطعمها مختلف. باشمهندس ياسر انت متخصص طبعا في المجال ده، وانت فوجئت برضو بالتجربه دي. والله انا سعيد جدا ان في ناس عندها اصرار على النجاح. هو الفكره كلها ازاي استخدم التكنولوجيا الحديث في ان انا استفيد من كل قطره ميه داخل ارضي وانجح بيها. الفكره بمنتهى البساطه فول، والفول تحت درجه ملوحه 4130، وانجاز ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، قدرنا نوفر وجبة غذائية مفيدة جدا للشعب المصري، الأمن الغذائي المصري. هو مش مجرد وجبة، أنا بتكلم دلوقتي على الاقتصاد. لما يكون عندي أراضي رملية ويكون عندي نسبة ملوحة مرتفعة، فأي إنتاج هو إضافة للناتج القومي. أكيد أنا بتكلم على أن أنا لا، أنا عندي إصرار وناس واعية جدا وناس عايزة تزرع، والبلد فيها خير كتير جدا. لما نيجي نقول أن أنا أزرع زيتون وازرع نخيل بس صعبه، انما بالتكنولوجيا الحديث باستخدام اجهزه الفيض المغناطيسي قدرنا ننزل ونخفض نسب الاملاح 50%. 50% 4130، يعني انا بزرع دلوقتي بما يعادل 2070، يعني امنه، والارض ما بتملحش بتتغسل، وبيستفيد النبات بكل الاسمده اللي موجوده في التربه، لان قبل كده الميه مالحه كانت بتعيق الاستفاده من الكومبوست او الماده العضويه الموجوده. بعد التجربه دي ناوي تتوسع في مساحه زراعه الفول؟ ممكن هجرب مجالات تانية برضو، زراعه برضو في الخضار تاني، وهنشوف برضو الانتاجيه بتاعتها تمشي. ايه دلوقتي عندك هنا؟ قمح وزيتون، وهنا برضو زيتون، وهناك خالص جوجوبا، وهناك برسيم. انت عندك هنا ثروه حيوانيه.
كان عندي كان عندي حوالي 20 عجل وعندي خرفان هناك وبني برسيم. هو كان اخضر فاتح، دلوقتي بقى اخضر قوي الصراحه. برسيم نفسه مع لونه برسيم اخضر. برسيم حجازي. ليه بطلت تتوسع في الثروه الحيوانيه او في المشي؟ لا مش خاطر، بس ما كانش ماشي صح يعني، هي بس كانت مشكله برضو عماله. وهو هيتعمل تاني من اول جديد بس بطريقه احسن. النهارده لما بدخل اي مكان فيه ارتفاع في نسبه الملوحه بشوف في مشاكل في شبكات الري. دي كانت بتحصل عندك؟ طبعا كانت بتحصل. طبعا في نقطات كتير ده مسدوده مخنوقه يعني، ما تنزلش ميه الا لما تتسلك. دلوقتي لا اخف، الموضوع احسن، الموضوع احسن كتير. القمح اخباره ايه، خصوصا ان احنا مرينا بمرحله صقيع، اخباره ايه معاك؟ لا القمح ماشي تمام الصراحه يعني. متسمد قبل الهواء اللي فات، قبل موجة الهواء اللي فات دي كان متسمد، وهو يعني في انتاج كويس، شكله يعني كويس يعني، احسن من المره اللي فاتت. احسن من المره اللي فاتت. طيب هنشوف مع بعض القمح، هننتقل للقمح نتفرج عليه، نشوف المساحه قد ايه ونكمل مع حضرتك. عارفين يعني ايه نزرع ونتوسع في الزراعه؟ ده كله يحقق الامن الغذائي القومي، لان احنا الحمد لله عندنا قطاع زراعي قوي. ربنا وفقنا وقدرنا نستخدم العلم، مركز البحوث الزراعيه زود من إنتاجية المحاصيل المختلفة، لكن مع الزيادة السكانية احنا برضو بنستورد من الخارج. ومعنى ان احنا بنزرع وبنتوسع في الزراعات، احنا عندنا توازن، زي ما بستورد لا انا بنتج، واقدر ان انا في يوم من الايام اقول ان انا محقق اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل. القمح من المحاصيل الهامة جدا، وهو المحصول الاستراتيجي الاول في مصر. انا واقف في مكان بتكلم عن نسبة ملوحة تزيد عن 4000. الرقم ده لاي متخصص في الزراعة او اي فلاح يخوفه ويقلقه ان هو يشتغل. انا شايف ان احنا حتى لا قلنا هنزرع قمح وبعدنا عن المحاصيل اللي انت ابتديت بالزيتون، وده حاجه كويسه لكن برضو ده تحدي تاني. قمح لا القمح برضو صعب جدا، برضو بيبقى محتاج، مش محتاج ملوحه عاليه عشان يطلع لك السنبله تبقى كويسه كده اهوت. ودينا دلوقتي جربناه مع الجهاز وان شاء الله خير يعني، ان شاء الله يبقى في نتيجه كويسه احسن من الاول. بتحب الزراعه؟ صراحه انا جميل. انت خريج زراعه واهلك العلم زراعه؟ لا انا ماركتنج. لا لكن صاحب المشروع فبتتابعه بنفسك، فابتديت تعرف ان في ملوحه وتزرعها؟ لا احكي لي، لان دي قصه نجاح حلوه يعني. انا النهارده الشباب يعني المفروض ياخدوا النموذج ده يتعلموه. بصراحه هو دلوقتي اتجاه الدوله دلوقتي في حاجتين، يا الزراعه يا الصناعه، وهم موفرين ومسهلين في الحاجات ديت. انا لما اتخرجت كانت عندنا الارض دي كانت فاضيه، كان فيه بس الزيتون الكبير اللي هناك ده اللي كان مزروع 7 فدانين هناك كبير، كان كل ده كان فاضي. فانا لما جيت قلت لوالدي قلت له احنا دلوقتي عندنا يعني زي فرصه كويسه نستغلها احسن استغلال، ونزرعها ونكلفها صح، وتدينا قدام حاجات مكاسب كويسه وانتاجات كويسه حتى يعني لينا وللبلد يعني. ما هو بيحسن من انتاجيه القمح لما يكون قمح على 4000 طلعته من الصحراء، طلعته من قلب الصحراء. دي كلها انت يعني بصراحه اعجازات صراحه يعني، انا مبسوط بيها يعني. يعني انا ليه بتناقش؟ انا في اسال مجرب نازل ادور على الحقيقه، هل فعلا معالجه المياه المغناطيسيه مجديه في الزراعه؟ فبقابل نماذج كتير، بقابل الفلاح والمستثمر. النهارده لقيت الشباب المصري الجميل اللي ما بيقفش طموحه عند حد معين، قال لي حته الارض موجوده عندنا من زمان، طب ما انا استثمرها واشتغل فيها واصلحها. سال وحلل، نسبه الملوحه تزيد عن 4000. المتخصصين قالوا له ابعد، خلي بالك انت هتزرع محاصيل معينه على راسها الزيتون عشان يتحمل معاك الملوحه. انا النهارده دخلت لقيت الفول، لقيت القمح، البرسيم موجود، وهنصور اشجار الزيتون. مشاكل كتيره جدا ممكن تكون موجوده في تربه زي دي، انا بتكلم على تربه رمليه. النهارده التربه دي ما بقتش رمليه صماء، بقت ارض منتجه بتبشر بالخير. وانا سعيد جدا وفخور ان انا معاك، بكررها تاني فعلا، لان انا هي دي الروح اللي احنا عايزينها. عايزين مصر تبقى اجمل، عايزين مصر تبقى مستقره. ده مش هيحصل غير بالانتاج. احنا هنكمل مع بعض وهنشوف الزيتون وهنشوف البرسيم الحجازي. أشجار الزيتون من الأشجار فعلا اللي بتتحمل نسبة ملوحة مرتفعة، بس الفكرة هنا إن أنا عندي نسبة ملوحة عدت 4000، ما هياش سهلة. الأشجار دي حضرتك بتقولي بقالها 3 سنين. الأشجار دي الصغار دي بقالها 3 سنين. أنت مركب الجهاز بقالك قد إيه؟ من شهر 8 شهر 9. شهر 8 9 اللي فات. 2018. بقالنا 8 و9 و10 11 واحد. 1 5 6 شهور بس. 5 6 شهور. حسيت بفرق؟ يعني أصل الشجرة دي عمرها 3 سنين. من سنتين ونص كان ايه الوضع؟ النمو الخضري بتاعها زاد، الاخضر الحاجات النمو الخضري زاد. انا برضو عايز اكد ان احنا في الشتاء في فتره السكون، فاحنا الاشجار اللي بتبقى مرويه على ميه معتدله في الفتره دي بتبقى مجهده وبتبقى في تساقط في الاوراق. لكن احنا بالرغم من الظروف اللي مرت بها الشجره منذ زراعتها كشتله،
سنتين ونص فيها اجهاد فيها ملوحه. النهارده واحنا في فتره السكون لا عندي اشجار وعندي اوراق متماسكه وعندي السقان نفسها شكلها مختلف. انت انا عايزك انت اللي تشرح لي الفرق، لان انا جاي اسالك بس انا معجب باللي انا شايفه. بص حضرتك انا اقول لك حاجه، الشجر الزيتون ده يعني حتى اللي هناك كبير قبل ما نجيب الجهاز كان يعني ده عمره 7 سنين. لو ركزت حضرتك لقيت ده هتلاقي قريب بسيط للحجم ده. ده عمره 3 سنين وده عمره 7 سنين. يعني هو في 6 شهور قفز القفزه دي؟ لا يعني في فرق ملحوظ عن اللي هناك. اللي هناك ده ما كانش فيه خالص، يعني كنا بنديله اللي هي السماد الطبيعي اللي هو كل فين وفين والقري الطبيعي. ده حجمه في اول السنه دي كان يعتبر يعني نص ده، وده خد بالك بعد التقليم. يعني بيقول لي على مقارنه مهمه قوي. ده بعد التقليم يعني الحجم ده بعد التقليم، والحجم اللي هناك ده برضو بعد التقليم، بس ده حجمه بقى قريب لده خلاص. يعني ده هيبقى منافس ليه بعد كده؟ منافس ليه. حضرتك بص لو شفت اللي قدامك ده اهو صوره. يعني تعالى ممكن برضو نروح بالكاميرا. ده اللي عمره 7 سنين ودي داخله على 3. ده لسه ما بشرش، ده لسه ما بشرش. ده هناك ده خلاص شغال. بص حضرتك بقى فرق الاحجام. عايز تقول ان احنا ممكن يعني بعد فتره قريبه سنه ممكن نكون الانتاجيه بتاعتنا توصل للي بقاله 7 سنين؟ طبعا. مش يعني مش نفس الانتاجيه بس يعني خلاص داخل يشتغل معايا. داخل معايا في السكه خلاص، داخل معايا بيديني انتاج. مش بقى حاجات بسيطه، لا شغال معايا. انت ازاي اقدمت على الخطوه دي؟ عرفت منين قصه معالج الميه المغناطيسي؟ دلتا ووتر. كان والدي كان كلم حد من شركه عند من دلتا ووتر، كان بيساله كان بيستفسر، واحنا برضو سالنا كذا حد جايب الجهاز ده. يعني احنا قبل ما نشتري سالت اتاكدت الاول هل حسيت بفرق. في ناس قالوا لي احنا جايبينه احتياطي، في ناس بيقول لي احنا جايبينه ري، في ناس بيقول لي احنا جايبينه على بير حلو اصلا. فانا كنت عايز اسال حد ان هو عنده ميه املاح عاليه جابها واشتغلت معاه، وسالت في واحد جه قال لي لا تمام شغل. ما فكرتش ترايح وجايب وحط على طول عشان نكسب وقت. عشان نكسب وقت، هو دي طاقه الشباب وطموح الشباب. يعني بكلمكم النهارده ان احنا ما نوقفش نتفرج على مشكله موجوده عندنا ونقول لا اصل انا نسبه الملوحه مرتفعه. يعني الشغل والعمل محتاج سرعه، محتاج ان انا خلاص حددت المشكله اللي عندي فانا عاوز احلها. خدت عينه وسالت، وانا حتى من قلت لي واحنا بنحفر البير عرفنا ان درجه الملوحه مرتفعه بعد التحليل. فخلاص قال سمع عن تقنيه معالج الميه المغناطيسي بيتواصل معاهم بيركب. انت شايف المساحه قد ايه هنا؟ 60 فدان. بتستخدم الجهاز على نسبه كام في الميه من الارض؟ كلها على 60 فدان. مغطيه كلها. اول نقطه قريبه للميه زي اخر نقطه في ال 60 فدان، ولا في اختلاف في الانتاجيه؟ التاثير واحد على المساحه كلها؟ نجاح واحد. بصراحه يعني كمان شويه برده هوريكم الزيتون اللي هناك خالص. هتروح هناك خالص وهتشوف نفس التاثير. شايف ان التكلفه بتاعت الجهاز بالنسبه ل 60 فدان بتبقى مرهقه على الجدوى الاقتصاديه للمشروع؟ لا مش مرهقه ولا حاجه، وحتى لو مرهقه فهو يعتبر يعني مصلحتي يعني. تمام. يعني مصلحتي انا. صورت كتير جدا بحسن الميه عشان الشجره تقوم معايا، تبقاش مخنوق، تبقاش كده طالعه مكتفه كده عامله املاح كتير. لا دلوقتي دي كانها كده شمت نفسها تاني كده، رجعت تاني. وانا فعلا النهارده فخور. ليه؟ انا بصور مع المزارع المصري، والراجل دايما في الارض، اتولد في الارض الزراعيه. المستثمر بيبقى عنده القدرات والخبراء واللي بيستعين بيهم في ان هو يكمل المشروع مهما كان فيه مشاكل. لا النهارده انا معايا شباب بيحب بلده، شباب بيتكلم عن الزراعه بحبه وفاهم قيمتها، مفيش مشكله بتقف قدامه. بيقول لي يعني السرعه في التعامل مع المشاكل مهم جدا. مشاهدي برنامج اسأل مجرب، احنا في منطقة الصالحية الجديدة. مصر فيها خير، وعلى فكرة احنا شطار وبنهتم ببلدنا وبنهتم بزرعنا. النهاردة انا موجود في مكان نسبة الملوحة فيه 3000. انا بتكلم على ارقام مرتفعة، بتكلم على جودة مياه صعبة جدا ان احنا نتعامل بيها في الزراعة. لكن جيت ولقيت ان انا عندي قمح، الناس بتشتغل، الناس سعيدة. انا بشكرك يا باشمهندس على المجهود وعلى الاستضافه لينا. احنا شرفتونا معانا هنا في الصالحيه الجديده، وانا مبسوط جدا بوجودكم. انتوا بتتابعوا الانتاج بتاعكم عشان لو في تقصير او في اي حاجه تحاولوا ان انتوا تغطوها. طيب انا عايز ابتدي معاك من الاول بصراحه. الارض دي انت بقالك فيها قد ايه؟
30 سنة. ربنا يبارك لك فيها ويديك الصحة. 30 سنة. الملوحة ابتدت مشاكلها تظهر امتى؟ هي ظهرت بعد ما حفرنا الآبار، ما كمية السحب بدأت تزيد، بدأت تظهر الملوحة. فيعني بعد ما زرعنا بحوالي 5 سنين 6 سنين كده. يعني من 30 سنة بعد 5 6 سنين، يعني المشاكل عندك بقى لها أكتر من 20 سنة. بقى لها أكتر من 20 سنة بالظبط، بقى لها أكتر من 20 سنة. عملت معاها إزاي بقى في فترة ال 20 سنة؟ يعني كانت مشاكلها إيه الأول على المحصول؟ مشاكلها في الإنتاج وفي النمو الخضري. في الإنتاج بدأ الإنتاج يقل، والنمو الخضري ما عادش بيديني نمو خضري، فاضطريت إن أنا أشيل الماسورة تاني وأدق ماسورة جديدة، أحفر بير جديد بعمق أكبر. وكل فترة كل ما كمية المياه بتزيد السحب بتظهر الملوحة معايا تاني. البير دوت أنا حفرته حوالي 4 مرات، لكن الملوحة عندي دلوقتي 3000. طيب الزرع كان بيبقى اخباره ايه بقى؟ عندك ملوحة، فالزرع بيحصل له ايه؟ الزرع الثمرة او المحصول بيبدأ ما بيكتملش العناصر بتاعته اللي هو بياخدها غذاء، فبيطلع المحصول مش هو المحصول اللي هو اللي مستنيه. فالجهاز ده انا شفته على النت فجبته، وبدأ عندي طلح يعني ظهور عندي يعني ايه في يعني مؤشرات يعني مختلفة عن السنة اللي فاتت في النمو الخضري، وبدأت الثمرة تطلع في حاجة يعني مبشرة عن السنة اللي فاتت. انت بقالك قد ايه مركب الجهاز؟ بقالي دلوقتي 4 شهور. في 4 شهور بتحكم عليه؟ لا مش هقدر احكم عليه في 4 شهور، لان الارض فيها كمية ملوحة عالية. طيب ايه اللي حصل في خلال الاربع شهور؟ اللي حصل خلال 4 شهور ان انا عندي القمح هو بيظهر عليه بسرعة زي ما انت شايف، النمو الخضري بتاعه ونسبة الازوت بتاعته بدأت تتظبط في على النبات. فبالتالي انا حاسس ان هو هيبقى كويس. يعني الجهاز معالج الهلال المغناطيسي موجود، تعالى بالكاميرا معايا هنا لو سمحت، ده راكب معايا هنا في الارض بقاله 4 شهور. المحصول اختلف، يعني انت بتزرع قمح من قبل كده مش اول مرة. فالنهاردة وانا بتكلم على ان الاختلاف باين عندي من 4 شهور. انا عايزك تقارن لي القمح اللي كان موجود قبل كده السنة اللي فاتت في التوقيت ده واللي موجود النهاردة. اللي السنة اللي فاتت تبص تلاقي النبات كل ما تديله غذاء اللي هو الوحدة الازوت بتاعته مش باين عليه. بدأ يظهر ان انا لما برمي الوحدة الازوت بتاعه او الاسمدة بتاعته بدأت تديني النمو الخضري زي ما انت شايف كده، وشكل النبات الصبغه اللي هي للنبات بدات تظهر ليها الطبيعيه. لون النبات نفسه معدل الخضر بتاعه اختلف. اختلف. الورقه نفسها وقوتها ومتماسكها ما فيش فرق ولا ايه؟ لا في فرق في الشكل النبات كشكل عموما. انت مصدر راي عندك انت تنقيط؟ ابار. لا ده تنقيط غمر. يعني انا برضو دي جزئيه جديده كنت بدور عليها في اسال مجرب. الري بالغمر، لان في ناس كتير قوي بيقول لي ان الري عندي بالغمر هينفع اركب تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي. النهارده الري ده بالغمر وجايب معاه نتيجه في خلال 4 شهور فقط. مركب الجهاز فين مكانه بالظبط بعد ايه؟ اهو في البير، يعني بعد مخرج الميه. مخرج الميه ترومبه من البير. بعد مخرج الميه. قبل السماده ولا بعديها؟ لا قبل السماده. قبل السماده. وجايب معاك النتيجه. معدلات التسميد اختلفت؟ يعني انت مضطر دلوقتي تزود في اسمده ولا لا. معدلات لا انا بحط المقنن اللي انا بحط بيه كل سنه. تمام. مع ما يظهر بقى نتائج الجهاز ابدا اتحكم في وحدات الازوت اقلل او ازود. فلسه انا منتظر السنه دي في انتهاء المحصول اشوف ايه العائد اللي هيحصل عليه بالظبط. القمح يا جماعه من المحاصيل الاستراتيجيه اللي احنا بنستورد فاتوره تقيله منه. النهارده لما يتم التوسع في زراعاته وفي اماكن انتاجيتها كانت ضعيفه بسبب جوده المياه، يبقى ده دعم للاقتصاد، اقتصاد مصر بلدنا. خصوصا لما يكون عندي قمح بجوده مرتفعه، مش زراعه فقط. انا النهارده الموارد او مستلزمات الانتاج لها قيمه، الارض لها قيمه، الماء له قيمه، وبالتالي اداره هذه الموارد لازم يكون في افضل انتاج وفي افضل حالته. واحنا موجودين معاك في الصالحيه النهارده، انت قلت لي المساحه قد ايه؟ مساحة 60 فدان. ايه عندك تاني غير القمح؟ عندي خضار، بزرع طماطم. طب الطماطم برضو الملوحة بتأثر عليها؟ هي بتظهر كمان في الخضر. في الخضر يعني عندي الفراولة انا ما جربتهاش، بس انا يعني جيراني زرعوها ما نفعتش. لا
الملوحة عالية. فراولة. فراولة. الطماطم يعني سبب ان انا جيت هنا الطماطم انتاجها قل. والثمرة اصبحت مش واخد الشكل ولا النمو الخضر للنبات اصبح هو. فانا السنة دي حصل ان هو تغيير ملحوظ. تغيير ملحوظ في النمو الخضري وبالتالي اتعكس على الثمر. لكن وحدات الازوت في ان انا بغذي النبات بالازوت انا ما نفس المعدلات اللي انا بحطها كل سنه حطيتها برضو. فمنتظرين ربنا يسهل. وانا عايز اطمنك يعني لو انت شفت الناس هنا زرع فراوله وانت نفسك تزرع فراوله انت خلاص جربت تقنيه معالج الهواء المغناطيسي. ان شاء الله لما اجي المره الجايه انا عايز اشوف الفراوله ان شاء الله. وهتفرق معاك كمان في طعمها وفي جودتها ان شاء الله. الصوب او الانفاق البلاستيكيه دي تبعك برضه؟ ديت نبات الخضار برضه بتزرع بالنظام الصوبات الانفاق دي. بترويب معالج الهواء المغناطيسي برضه؟ الري هنا مكفي 60 فدان. انا عندي كم كذا بير يعني بير. ثلاث ابواب. بس انت بتستخدم الجهاز على كم بير؟ على بير واحد. على بير واحد لان هو ده اللي ملوحته ارتفعت عندي. الباقي كامل ملوحة بتاعتك؟ الباقي 2500. عالية برضو. عالية بس مش زي 3000 يعني بلاقيها مختلفة شوية. بس أنا عايزك تجرب برضو لأن حتى لو الملوحة عندي منخفضة واستخدمت التقنية دي هترفع الإنتاجية. أنا الباشمهندس عندك أو اقترح عليا إن أنا ممكن أوصل برين مع بعض. تمام. على نفس جهاز واحد لأن هي نفس معدل الملوحة. تمام. فأنا بس في صدد إن أنا بقى أجرب ال كمان هتفرق معاك لأن أنت لما 2500 مع 3000 فأنت هتعمل معادلة برضو. لك انا كنت الاول مش كنت عارف ان الجهاز بيشتغل بطريقه التفتيت اللي هو اللي على ال مش لسه اقتنعت يعني مش عاوز اتكلم علمي على فكره ولا بدقه. انا بسيب العلم للعلماء. طبعا انا بتكلم معاك هنا حضرتك مزارع وانا ببحث عن الحقيقه من خلال الاعلام. تمام. النهارده التجربه نجحت فهنبتدي نتوسع فيها. عندي 3 ابار طب ما ابتدي اتوسع. عندي زراعات كنت محروم منها خصوصا الناس ناجحه فيها هنا وبتشتغل عليها. ان شاء الله ده وعد ان شاء احنا الله. نيجي نشوف الفراوله ان شاء الله نحس ان في حاجه تدخل لنا دخل اضافي ان شاء الله. ربنا يبارك لك. ده مستقبلنا ومستقبل اولادنا. الشباب اللي احنا شايفينهم دول هم دول اللي هيكملوا بناء مصر ان شاء الله. عايزين نزرع جواهم التنميه. عايزين نزرع جواهم الانتاج. مفيش افضل من كده. القطاع الزراعي هو القطاعات الناجحه جدا واول القطاعات الناجحه. بشكرك وبتشرفت بحضرتك. شكرا. شرفتوني. شكر جدا. مشاهدي برنامج اسأل مجرب. الفلاح المصري بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا. بيتحمل توفير الغذاء للمصريين وفائض للتصدير وفي نفس الوقت هو راجل وطني بيحب بلده بيحب ارضه بيقدم الخير دايما. حتى لما بنيجي نتكلم معاهم في مشاكلهم بنلاقيها مشاكل عامه ما بيكلمكش على مشكله شخصيه ابدا. لو كلمك هيكلمك عن السماد هيكلمك عن الري الزرعه. لولا انا عايز اتعرف بيك عبد الله الحلواني. اهلا بيك. احنا هنا دلوقتي في الصالحيه. ايوه تبع الصالحيه الجديده. انت من هنا اساسا؟ انا اساسي من بنها. انا بقول بس هنا من امتى بقى؟ أيوة. من ساعه عثمان ما جه ياخد شركه الصالحيه دي. أيوة. من سنه 80 ما شاء الله. واحنا بين المؤاخذه ايه في الارض هنا قاعدين بقالنا فتره يعني ما شاء الله. الفرق ايه بقى بين الاراضي القديمه والاراضي الجديده؟ هنا مختلف تماما خالص. دي اراضي رمليه ونسبه ملوحه ومشاكل كتير. لا هي الاراضي هنا احسن من الاراضي القديمه. الاراضي هنا الارض القديمه دي عاوزه الفلاح بتاع زمان بتاع الفاس اللي هو بتاع الفراعنه. هنجيب منين بقى حد يشتغل بالفاس والحاجات دي؟ الحاجات الجديده بقى دلوقتي بقت تريح يعني 100 فدان يديرها 2 3 4 لكن في الفلاحين هناك كل فدان عاوز 5 راجل باسرته بحاله بمحتاله. خدتني لحاجه تانية خالص صراحه. هو احنا محتاجين الفلاح نفسه يتطور زي ما الدنيا كلها اتطورت؟ ما هو ده ما اتطورش الفلاح مش هينفع. هتنسى زي زمان بالفاس وبالمكنه وبالحاجات دي كلها. طب مش هتقدم. لكن الراي الحديث دلوقتي زي امريكا مثلا واحد بيزرع 5000 فدان 10000 فدان واحد بمكنه. طب وانت عملت كده بقى؟ طبعا. بدليل ان مزرعه فيها 50 55 فدان فيها 3 4 رجاله شغالين ما شاء الله. هناك في الفلاحين عندنا فدان 15 واحد قاعدين فيه شغالين فيه وخناقه انتاج انتاج ضعيف وضعيف طبعا. لما جيت الملوحه ترتفع عندك انت هنا طبعا ابار. انت عرفت منين ان الماء دي ملح؟ الـ 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 طبعا هي بتبان في الشرب وبتبان على الشجره. الشجره بص لها بتطلع كميه نواشف كتيره. أيوه. بتنشف. لما ركبت الجهاز ده. أيوه. الملوحه قلت الشجر بطل ينشف. كان الاطراف دي كانت بتنشف. ونقصها
ولما ركبت الجهاز بدا النمو الخضري يبقى زي ما هو ما يجراش لي حاجه. انت حللت بقى الميه؟ حللتها طبعا. اه كان احنا في الارض الوردي بنزرع فيها عنب. ايوه واخد بقى حضرتك. فحلناها خدنا الميه اللي شغاله، المهندس خد الميه، البير ده اللي عليه الجهاز قال لي 700. طيب. في بير تاني هناك قال لي 1200. تمام خدت بال حضرتك. فقلت باذن الله اركب جهاز على الارض اللي هناك عشان العنب الابيض بالذات بيحب ميه حلوه، لكن الاحمر ممكن يستحمل اللي فاهم ملوحه دي. ماشي معاك. اه اللي هو انت دلوقتي نسبه الملوحه مرتفعه فاثرت على الاشجار، فانت ابتديت تدور على حلول. طبعا عرفت الحل ده ازاي؟ مين اللي قال لك ان انت تعالى هتركب جهاز جديد هيعالج الميه؟ هو ده الفلاح اللي انا بقول عليه تطور. والله انا يعني لقيتها في الاعلانات، فطبعا معايا مهندس صاحبي فبقول له ايه ده؟ قال لي في اجهزه وجاب لي كذا نوع يعني. تمام. كتالوجات. قلت له هات ده. تمام. جاب ده. الكلام ده بقى له حوالي 3 سنين او اكتر شويه. يعني الجهاز بقى له 3 سنين عندك. في الثلاث سنين دول ايه اللي حصل في الضرب؟ الانتاجيه زادت، اهم حاجه الشجر بطل ينشف. بطل ينشف، بطل يجيب حاجات ناشفة. ما هو الأخضر ده كان بينشف، والأخضر ده أهم حاجة، هو اللي هيطلع الثمرة. ولذلك تلاقي المحصول السنة دي زايد مثلا حوالي 70-80 طن عن قبل كده. بسم الله ما شاء الله. اه عمل زيادة في الإنتاج. ومصاريف التكلفة بقى هو ما قالوش لازمة، حاجات كلها رخيصة يعني. مش على الجهاز نفسه، أنا بتكلم بقى على الصرف، إن أنا كنت بحط مضادات للملح، بزود السماد. الحاجات دي قللت طبعا، قللت الحاجات دي كلها، قلت شبكات الري دي كانت بيحصل لها حاجه من الملح؟ في ناس كانت بتشتكي منها ان الملح. لا هو في حاجات يعني بنحط لها حاجات بتدوب الملوحه منها. اه انما دلوقتي لا، دلوقتي الحمد لله ما فيش ملوحه، ما تذكرش، بدليل انت شايف يعني. ممكن امشيك هناك كده تشوف برتقان. ما احنا ما لا مع بعض. دي كده مش حلوه دي. تعالى كده مع بعض كده. لا هنمشي بالعربيه اوريك اماكن. أوه. ما شاء الله عن كده يعني. انا الحاج بيقول لي مش حلوه، بس انا عايز اقول لكم على حاجه. احنا جايين بعد ما المحصول تم جمعه، يعني اللي موجود على الشجر ده نقدر نقول ايه اللي الصيف اللي لسه ما زال. الصيف اللي لسه موجود يعني. المعدل الخضري يا جماعه اختلف. احنا الشجره بيبان عليها، احنا دلوقتي في فتره السكون، احنا في الشتاء. فاحنا لما نيجي نشوف المعدل الخضري والتماسك والغصن، الورق نفسه، الغصن نفسه، السقام بتاعه الشجره بقوتها بحيويتها اهي يعني بالكاميرا. ده احسن من بتاع ده بتاع احسن من اللي في الارض السمراء. ده البرتقال ده الحاج بيقول لي عليه احسن من اللي في الارض السمراء. اه واخد حجم احسن من الارض اللي في الارض السمراء ما شاء الله. اه وعندنا حمل حلو يعني، عندنا احمال حلوه خالص يعني. نجاح الحمد لله يعني للعلم. والكلمه اللي قالها الحاج جميله قوي. انا سالته بقول له احنا محتاجين الفلاح بتاعنا برضو يتطور من ادواته زي ما كل حاجه اتطورت. قال لي اه طبعا لازم يتطور. ما هو ما تطورش مش هيفضل مكانك، هيروح فين يعني؟ ما تطورش هيفضل مكانك. ليه ما فكرتش تركب جهاز زي ده في الارض القديمه؟ مش انت عندك ارض قديمه برضو؟ الارض القديمه دي في بنا هناك، لان بناخد من البحر مباشره. طب ما هتزود لك الانتاج برضو. اكيد طبعا بيركب على الميه البحري. بس برضو يعني ايه، ما كناش لسه عرفنا ده. ولا انت جيت هنا بقى وقلت ايه؟ انا ما كانش الجهاز ده ما نعرفوش يعني. أيوة. ما كناش نعرف قبل كده ان في حاجه بتخفف الملوحه. يعني ربنا يوفقك. وانا فرحان جدا ان انا معاك النهارده سعيد، وبالتوفيق باذن الله. الله يخليك يا حبيبي. شكرا.